ما حكم السفر إلى مسجد من المساجد من أجل الاعتكاف به غير المساجد الثلاثة؟ لا يلزم السفر، بل لا يجوز السفر إلى مسجد من المساجد العادية لأجل الاعتكاف فيه. فمن نذر أن يعتكف في مسجد فإنه يعتكف في أي مسجد قريب منه. فلو نذر مثلاً أن يعتكف في مسجد في الخرج أو في القصيم لا يجوز له السفر، بل يعتكف في أي مسجد من مساجد الرياض، مسجد يصلى فيه الجماعة، ولا يسافر لأجل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فإنه لا يجوز له أن يعتكف إلا فيما نذر، إلا فيما نذر من هذه المساجد الثلاثة، لأنها يجوز السفر إليها للعبادة. لكن إذا نذر المفضول أجزأ في الفاضل، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يجوز له أن يفي بنذره في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يقضي اعتكافه في المسجد الحرام، لأنه أفضل من المسجد النبوي. إذن فالاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، ولكن إذا نذره في مسجد غير الثلاثة فلا يجوز له السفر إليه، بل يعتكف في أي مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة ولا يحتاج إلى سفر. أما إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة يلزمه السفر لتنفيذ نذره، ويجوز أن يعتكف في المسجد الفاضل وإن كان نذر المفضول منها كما بينا. نعم.